السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض الدي لايت. رسمنا شكلين بساط من هنا، تقدر ترسم أي شكل أنت عايزه. تمام، يعني هنقول له مثلا عايز أرسم بيلدينج، اكسترود، سيركل، خليها بولجن. تمام، وبعد كده هترسم حاجة بالشكل ديت. تمام، وبعد كده هتدخل بقى في اللايتنج، تشوف اعدادات الاضاءه قبل ما تدخل على الدي لايت. هتدخل هنا في اللايتنج، هتبدا تشوف التمبليت اللي انت تشتغل عليه. تمام، تقدر تختار اي تمبليت من هنا، مجرد ان انت تعمل عليه سيلكت وتقول له ابلاي، او ممكن تقول له اديت وتعدل فيه، او ممكن تيجي هنا وتدوس مرتين فيبدا على التلات نقط دول. هنا هتشوف السيستم نفسه اسمه ايه، الديسكريبشن بتاعه، السورس بتاعه، الكاتيجوري بتاعه، الريجن. تقدر تتعلم على الريجن هنا، بتختار المكان اللي انت عايزه. الاوت بوت بتاعك اللي انت عايزه، ممكن تقول له مثلا التاسك اند ديسبلاي لايتنج، تمام، او جنرال لايتنج، او لا نوع اللايتنج، الكنترول ممكن تقول له انا عايز كنترول هنا، وتبدا تختار الكوست، تبدأ تختار الكوست هيبقى قد ايه. تمام، ولا تقول له بعد كده اوكي او كانسل. وبعد كده تقدر يعني من هنا تقول له لايتنج كنترول، تشوف ايه الحاجات اللي انت عايز تفعلها معاك في قلب الحسابات. تمام، الكوست برضه تقدر تتعدل فيها. تمام كده، بتعدل في القيم نفسها، مش في التمبليت. تمام، الاريا قد ايه. بعد ما تخلص الاعداد بتاعت اللايتنج كلها، تمام، بتروح تدوس هنا على الداي لايت، بيبدا هو يعمل الحسابات بتاعته، بيقول لي الاوبشن بتاعتي اللي انت عايزها، نوع التقرير، عايز تقرير باي شكل من الاشكال. تمام، هقول له مثلا ليد فيرجن 3، الديتيل تمبليت، عايز حاجه تكون هاي كواليتي ولا حاجه سريعه. تمام، خلينا في الستاندرد. الورك بلين السكاي موديل، تبدا تختار برضو السكاي موديل بتاعك. الجريد، تمام، تبدا تشوف الاعدادات اللي انت عايزها. انكلود اول بيلدينج، تمام، واقول له اوكي، واسيبه بقى يعمل الكالكوليشن بتاعه. ده ريبورت اهو ظهر اهوت. تمام، الحمد لله عدى. تمام، دي المعلومات، فلور اريا، الاضاءه، كل حاجه، المعلومات. طيب التقرير دوت لو انت عايزه ممكن تصدره زي ما انت عايز، سواء هتصدره مثلا تطبعه، تاخده كوبي، تسيفه كصوره، سيفه كوورد، زي ما انت عايز. ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز التقرير، تغير نوع التقرير من هنا برضو. تمام، ممكن تيجي تقول له هنا انا عايز الدي لايت فاكتور، عايز التقرير مثلا يبقى عامل على شكل مثلا ماب، هيبدأ يعمل لك لودينج بالشكل دوت. تمام، ويبدأ يديك السورس مثلا تقدر تعدل فيه، اللو دي اف، الهاي دي اف، وهكذا. كل الحاجات دي برضو تقدر تصورها بقى كصور، بحيث ان انت تحطها في الريبورت بتاعك.